شو اخر الاخبار؟ في عيد ميلادي نسيتوا انتوا اليوم جايب لكم عيد لالي شخصيا انا واخيرا تم يعني بين تو براكتس تم رفع الحظر عن شركة هواوي. تم الصلح. إيه صلح معهم. في حدا زغرط؟ مش أنا زغرط. أنا كسرت الهواوي مالي ذاك اليوم. لأنه صار لنا فترة عم نحكي عن الموضوع وإنه طلع السيد ترامب وقال. عفوتوا عنكم. إحنا لا إحنا لا أول شيء قال إنه في مشاكل تجسس. طلع بمؤتمر الجي 20 باليابان اللي صار اختتم اول امبارح قال خلص نحن تصالحنا صح فهو تذكروا كنت قاعد محل مهند هذيك اليوم حكيت 13 دقيقه زعلان انه الهواوي عليها حظر من شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وكلهم بس هاد شويه فلوس بس ما مثل ما عم تحكي مزبوط على فكره يعني هو اللي صار بالمؤتمر انا عم نحكي عن مؤتمر عالم مؤتمر كبير انه اللي قاله ترامب انه انتم حتشتروا منا يا صين زرع ومحاصيل واكل محل الاكل اللي احنا عم نكبه بالمقابل ان احنا حنشتري منكم معدات ال 5G وناخذ منكم التكنولوجيا فهي المشكله وكنت حكيها من قبل انه هي مشكله تبادل مصلحه مش اكثر ما خص سكيورتي وما خص يمكن موجوده بس عم نحطها كواجهه بس هي مش هيك فحب اقول لكل الناس اللي هي كانت عتلاني هم هذا الموضوع شو بدنا نشتري تليفون وشو بدنا نعمل شيء على جماعه الايفون كليك انت بضلك ما انت منور بس فيما بعد هذا شيء انا احكي بغض النظر اذا كان اسم التليفون هواوي او سوني او فيليبس او شو ما كان بس عم نحكي عن خلص هسألك حاجه احنا عم نحكي اوكي مش هخلص احنا عم نحكي عن 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 قيمة أو عم نحكي عن شركات عم تطلع وعم بتنافس وقت طلعت وحكينا وقلنا ضرب تحت الحزام احنا عم نلغي التنافس اللي كان عم بيطلع بين شركات مثل السامسونج والآيفون والأبل وكل هدول تيجي توقف عن الهواوي الجوجل أو الماب أو حيالة أبليكيشن تاني مثل الفيسبوك انت بكون عم تأذيها هلأ برجعت الهواوي مرة تانية وطلع ترامب وقال خلص أنا سامها وعفيت عنكم بس على على شرط واحد تشتروا مني خضره فهي هو ما قال خضره يعني بس انه هو لانه كنت تاخذوا مني تعطيكم فرجع مش الحال يعني صفه القصه يا ايه هو انه العمليه مش عمليه والله تجسس هي عمليه تبادل تجاري بين الدول يعني فجاه امجد هلا طلع قال لا خلص انتم هي الاساس هو كان انه في مليارات عم تقبضها الشركات الامريكيه بانه عم تتعامل مع شركات صينيه وقت بتيجي انت بتوقف هذا الموضوع وتقول اعمل حظر انت كمان عم تقطع عن الشركات الامريكيه مصاري هيدي الشيء اللي طلع واذى شركات مثل جوجل الشركه الكبيره جوجل واللي هي من اهم المشغلين لنظام الاندرويد قالك انا عم اذى انت بتيجي تقول لي واحدة من اكبر الشركات اللي اخذت مبيعات السنه الماضيه عم تقول لي ما تمولها انا عم بخسر فما فيك انت هيك عم تاذيني لالي هذا الشيء الاساس اللي كان كمان كخطوه ثانيه او ثالثه اللي خلاه رجع عفى عن الهواوي الميكرو لك تفضلي الميكرو لك انا 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 سؤالي او استفساري يعني من وجهه نظري انا المتواضعه جدا ممكن يكون ده نجاح كبير جدا لهواوي اكبر دليل انه طلع معاه اكتر من 15 او 16 نوع موبايلات تانية اشمعنى هواوي السبوت لايت صح عليه وانه هواوي اللي لمع قوي واللي لفت نظر ترامب عشان يحاربه او عشان يساومه او يكون فيه تبادل مصلحه فانا الصراحه بشوف من وجهه نظر ايهاب وانت صحح لي المعلومه انه ده نجاح لشركه هواوي واجهزتها كل يوم اوبشنز مختلفه حاجات مش موجوده في اي تليفون ثاني زي موضوع الشحن ان انا اشحن من خلال هواوي شيء رائع الفكره مظبوطه عم تحكيها بس شوي بدي ازيد عليها هي مش بس هواوي في عندك كل شركات الصينية احنا بنشوف هواوي لانه هواوي هي هلا الرائده بهالموضوع بس في شركه وكثير بمصر عندكم بيحبوها الابو ابو بتسموها ما انا بقول لك في 19 نوع جديد نزل فهي شركه صينيه بس احنا عم نحكي عن كل الشركات الصينيه يعني عم يجرب هو يحمي مصالحه بالاخير او مصالح بلده انه وهذا القرار كمان طلع بالجي 20 اول امبارح انه كان ناوي يفرض 25% ضريبه على كل الاجهزه اللي بدها تيجي من الصين تخيل انت عم تحكي الايفون عم يجي من الصين
صح. يعني انت عم انت اكبر شركه امريكيه بالاتصالات تتصنع بالصين، انت هيك عم بتزيد 25% من قيمه التليفون او 20-25% من قيمه الايفون تتفوته على امريكا. كمان هذا الشيء رجع وقفه، هو اللي عم بيوقفه مش بس هواوي، كل شيء له علاقه من منتجات صينيه عم بتفوت، اذا كانت حتى الانتينات تبعون ال 5G اللي عم تتركب. نعم. فمش بس عم نحكي احنا عم نحكي تليفون كهواوي لانه هلا عم نستعمله نحن وعم نفوت فيها ك ك كتكنولوجيا وكذا، بس لا هي كل المنتجات اللي عم تيجي من الصين. احنا زمان ياب فعلا يعني كنا نخاف انه نشتري منتجات صينيه وخاصه بمجال التكنولوجي والالكترونيات بشكل عام، ولكن بعتقد انه اليوم صار اسهم الشركات الصينيه مرتفع. هواوي بالتحديد اثبتت جدارتها بدخولها واكتساحها عالم التكنولوجيا يعني بشكل مباشر وصريح، ودخولها الشرس للسوق العالميه. صعب انك تطلع منتج لينافس يعني شركات مثل ايفون مثل جالكسي مثل الشركات يعني من الصف الاول، انك تدخل لهم بسهوله هذا امر صعب جدا، الا اذا تميزت عنهم، الا اذا اعطيت اوبشن زياده، الا اذا لبيت احتياجات السوق اللي موجود عندك وعرفت شو اللي ناقص فيه. ولكن صراحه يعني الصينيين يعني ترفع لهم القبعات على انجازهم العظيم. جد حتى من اهم الاشياء في هواوي يمكن انهم ضافوا الكاميرا لايكا حطوا عليها، اللي هذا بعد سوى ماركت كبير لتليفون هواوي. يعني انا اقدر اقول انا عندي كاميرا في موبايلي واضحه، عكس اذا قلت انا بركب لكم كاميرا لايكا براند معروف في عالم التصوير او حطيت لكم اياها على التليفون، فهذا بعد يفرق وايد طريقه الماركتنج بين التليفونات الباقيه. فالمهم مضبوط المعلومة، شكرا على الإجابة. عفوا. على على انا احب لايك انا على سيرة ايهاب، كمان موضوع التكنولوجيا اللي عماله تطور كل يوم في الموبايلات، انا خايفه مره الاقي موبايل مش موجود له كيان اصلا. يعني احنا بنشوف دلوقتي بيصير بلت ان تلاقي الشاشات كلها طالعه في الهواء، كان انت ماشي وجنبك شاشه في الشارع، فتخيل التكنولوجيا هتوصل بينا. عم يشتغلوا على هذا الموضوع بجد. الله يطمنك. تليفونك يكون هو تشيب بايدك، اوكي خلاص بتشوفي السكرين عندك على على ايدك، على ايدي واتكلم من ايدي كده. لا انا بتريل اكثر، بخلي في مخي داخل اشوف كل شيء بعيني. لا كده خلاص هذه. ثاني خبريه بخبركم اياها، بس بقول شغله يعني بين تو بريكس اجين، احنا مش عم نعمل دعايه او عم نشجع على شيء، انا بس عم بعطيكم خبر طلع وضجت فيه الصحافه صحيح تكنولوجيا، الناس بتهتم بالتكنولوجيا، انه برجع بقول بين قوسين تم رفع الحظر عن الشركة بس لسه ما تنفذ، بعدها بالليستة السوداء، بعدها شركة مثل أبو مثل الهواوي شركات كتير صينية بعدها بالليستة السوداء، بس طلع ترامب وقال إنه يا جماعة صار فيكم تشتغلوا. طب في خبر مش عارفه قريته ولا لا انت ايهاب، انا اسفه للمهندس الصيني اللي طلع، هو مش مهندس هو خبير اقتصادي اعتقد اسمه حاجه يانج، قال حاجه كده قال انه السوق لم يتاثر، يعني الناس اللي كانت معاها هواوي ما جريتش باعته ابدا، الناس كان عندها ثقه ان الموضوع هيتحل. فتحس انه يعني نجاح للشركه الصراحه ان انا اكون من الكاستمرز بتاعهم وعندي ثقه فيهم وما بيعهمش كده بسهوله. اقرا خبر اليوم على الانترنت فانزل ابيع جهازي واجيب اي جهاز ثاني، الكلام ده صح للاسف يا منى، الخبر اللي انت قلتيه صح وغلط. الخبر اول هو دراسه عملها الخبير هو اول ما طلعت الخبريه انه حنوقف نتعامل مع شركات اللي هي بتامن البرامج للتليفونات الصينيين فيسبوك وانستغرام وحاجات، قالوا انه لا هيدا الشيء ما حيأثر على الهواوي، بس لا هو أثر على الهواوي، المبيعات نزلت النص تقريبا مثل ما كنا عم نحكي، وكنا متوقعين او كانوا متوقعين انه 2019 حتكون احسن من 2018، لانه انت عم تحكي بتليفون وصل للمركز الاول صح، سامسونج الثاني ايفون الثالث. الخبريه نصها مزبوط، النص التاني لا اتأثرت، بس هو ما كانش يقصد الناس راح تشتريت، هو يقصد الناس اللي كانت بتقتني اوريدي التليفون ما بعتوش. فاهم قصدي؟ ما بعتوش انا معي ما بعتوش ايه على سيرة التليفونات كمان، يعني ما تخلصتش منه قصدي؟ لا 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 لا, لا. بالعكس عم اشتري عادي، بس مش مثل قبل، مش مثل بعد زين العالم كانت على سيرة التليفونات وعلى سيرة السوفت وير كمان. في خبريه بدي او في برامج بدي اقول لكم اياها،
هاي البرامج ما تنزلوا عندكم على التليفون او تجنبوا ان تكون عندكم على التليفون، لانه هذه البرامج تتجسس عليك، تاخذ صورك، تاخذ معلومات لك، وانت بتكون كابس انه انت موافق على هذا الموضوع، بس انت بتكون كبسته وخلص. احدى هدول البرامج اللي عم نحكي عنهم الفيسبوك. كم من مرة انتو حكيتوا، كنت عم تحكي انت ومهند عن انك انت بدك تشتري سيارة اسمها XYZ، وبتفتح الفيسبوك وبتطلع وبتلاقي انه صورة الـ XYZ موجودة عندك على بالسجستشن. مش حاطلب منكم تشلوها، مش حاطلب منكم تشلوا الفيسبوك، بس حاطلب منكم انه توقفوا انه الميكرو، او توقفوا انه يكون في عندكم اكسس على الصور بالفيسبوك. فيسبوك من احد من اهم او من اكبر البرامج اللي هو بيمتص البطاريه عندك. جرب ليوم واحد شيل الفيسبوك من التليفون عندك، شوف قديش بدنا بطاريتك.